تفضل يا اخي. الحبل ينزل حبل يا شيل القماش اللي اسمه حصان. نزل اوبا من هنا؟ اه عندك يعني نزل من هنا؟ اه ساكن. ها؟ ساكن. ما هو قال لها في حاجة اصور. مين ده؟ بس محمود، حق محمود. قال لي ماشي في حاجة تصور. في حد قاعد فيها جوه دلوقتي؟ اه في السكة، في ناس ساكنة. لا قال لي ممكن تصور الأوضة عادي. حضرتك أنا ببقى عندي مين حاج محمود؟ محمود قرب اهو محمود. حاج محمود عايز اصور الأوضة بس. الاوضه ساكنه كلها. الاوضه ساكنه في اوضه المشرف بس اللي ممكن افتحها. هصور صوره من بره، صوره الاوضه بس كده حجمها بس في الفيديو. مش بس حجم الاوضه، الغرفه بس لازم يتصور كده في الفيديو بس. كده تروس هنا صح؟ تفتح معاها. افتح ايه؟ تفتح الكور. مع مين؟ طب اجيبها يعني؟